ليش لا شكرا لا 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 عم قال له للاخص حية ما بننسى خدمتك بعنقارة روح طلع بالخمسينات والستينات وكانوا الناس لما يحكي الاخص حية يقول له باب مفتوحة بالصيف شو ينزل صوته ومن هو هيدا الصوت العالي ولا هلا صوته عالي ولا هلا صوته عالي خدمة عمارة قامت على كتاب تسمية ها؟ كنا ننزل اوقات كنا عليه مصبرون ننزل على ساحة الدباس من ساحة الدباس ناخذ بوسطة ونطلع على العمارة وبالرجعة ما كانش في سيرفيسات من عندار الدارج ماشي سامع؟ مين بيعملها؟ ما كان وقتك جريهم يطلعوا عن دارهم بدي اسمع؟ ايه مش جريهم كان يطلعونا عن دارهم؟ مش اساس جريهم كان يطلعونا عن دارهم؟ احيانا كانوا يطلعوا اخوي مع مرسيدس 180 من المسيطبي ايه ما كنا بمصيب ولا كنا بمصيب ايه ما بعرف شو اسمه جمعية الشباب ايه يمكن ايه طيب لو كنا رجعكم احيانا ما بعرف ما بينا ما بينا مشى من عين دار لل مدايرش ايه هذه 3 كيلومتر يعني ايه ما بفتكر ايام حلوة من هذيك المرة وهي هالشيء بالرغم كان الرب عم بيأسس عمله هونيك ايام بركة ايه استخدمك إلك ولأسيس بولوس والأخ عبدو وجورجي رشيد وأيوب نعيم كلهم إيه بروح بس أيوب نعيم جرى رشيد قالي بقى قالي نحن بولس حدام أيوب نعيم والأخ عبدو صحيح أيوب نعيم جيل قديم وأنت أي شيء ها؟ أيوب نعيم جيل قديم وأنت أي شيء انت اي شيء عم بيقول لي عم بتقول لك ايوب نعيم جيل قديم وانت اي شيء ايوب نعيم كان عايم ها؟ كان عايم ايوب نعيم كان عايمك ايوب نعيم؟ صح اكبر منه اخ اسحيا كنت وقت اللي عملوا هجمه على المؤمنين؟ شوي ما سمعت كنت حضرتك لما عملوا هجوم على المؤمنين؟ نعم هجوم على المؤمنين ب66 ايه هجموا بيت الحداد على الاجتماع ايه مظبوط عم بيقول لك كنت يعني ايه مظبوط هذاك اليوم يعني عرفتوا بالقصة بس ما كنتوا هذاك اليوم حفلة أكثر من هيدي كانت لما طوقونا بالبيت ما عادش خلونا نظهر وبس ظهرنا نزلوا فينا مش اسحية مش بولس انخزعت قميصته اسحية انت انخزعت كنتوا بالكحالة ايه مضبوط بالكحالة بس عند دارة وكل صار فيها ما اختلفنا بس اساس بولس انخزعت قميصته وانخزعت جرابيت بالكحالة يعني بالكحالة صارت ايه ايه مضبوط عم يخلص شعبان برمضان ما بعدوا للانجيل بالكحالة ما عم اقول لك بالكحال كان عند بيت نعمة فغالي نعمة فغالي ايه طوقوا البيت وكم واحد مش اكلوا اكل يعني ضربوه بفتكر وقت شحطوه من الاجتماع شيء من شحطون ومشون بالشارع ايه ورجعوا بيت فغالي اخذوا بيت حد الكنيسة ببداره خلوا الشباك وقت كانت مير ابوس طمانيك مناني رهبان سألوا شو في شو في؟ قالوا لنا البرستانت اجوا لهون نزلوا لتحت برستانتو بتجي لهون اوعى تجي بعد يا برستانتو بتجي على الكحالة والاخ نعمي بهذاك الوقت بيع البيت بيع البيت وهجر عمل غلطة انا برأيي ما يبيع البيت بضل واحد بيعمل زيارة بيعمل درس كتاب كذا شو بعرف خلاص يمكن ما بيكون معهم حق البيت اللي بدهم يشتروه ببيروت صح ما بعرف انا عم قول صح فيها فكره ايه ايه واولاده كل واحد مات سمعك منيح إيه؟ سمعك منيح يعني احلى من سمعه ايه وبده صوت عالي
ما بعرف. فكل خدمة وكل ألم وكل اضطهاد مسجل فوق. نشكر الله. نشكر الله. يعني كل شيء بعرفه إنه ربنا ما بيغلط. ما بيغلط أبو خيمة الزرع أبدا. أخي صحية تنطبق عليكم أنت وتهلاني في الشيبة أيضا يثمرون. ويكونون بساما وخضرا ويخبروا بأن الرب صالح. ما أنت على الطريق هلا ماشي كمان. أتف. أنت على الطريق ماشي. طبعا. هلا ما بعرف واحد لأي عمر يكسب حاله ووصل لهالمرحلة. أنا بقول لهم بعد عندي مرحلة. مرحلتين مرق وبعد في مرحلة. قديش بتكون؟ ما بعرف. ب 80 مرقت مرحلة، ب 85 مرقت مرحلة، بعد الثالثة سبت. إمتى؟ ما بعرف. أجل هال أخ حية بولس الرسول اتمنى انه يخلعها. لا نريد ان نخلعها لان نلبس فوقها. كان عم بيعبر عن الاختطاف. بس كان بيريد كمان انه يضم لاجل الاخوه. ايه صح. يعني يضم الزم من اجلكم. ايوه اتمنى الاتماء يعني باشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، لكن ان ابقى في الجسد الزم من اجلكم. انا عملت له الراي بالماضي ما قبلوا في الاسس، انه بس الاسيس يصير بالسبعينات يقدم استقالته ويجي محله واحد شاب. هلا اذا الكنيسه رفضي يصير يجدد على كل سنة، يعني بحدود ال 75 وبس. وصل لي هاي نقطة. النقطة الثانية ضروري القسيس على حسب اقتراحي أنا إنه دايما يدرب شاب جنبه بالسراء وبالضراء. بده يلاقي الشاب المناسب. يلاقي إذا بده بيلاقي. ليش لكن إذا ما في شاب مناسب أخي بدكم تفحصوا حالكم انتوا شو عم بتعلموا. ما انتوا عم تعلموا وتدربوا وتفهموا. اذا بالكنيسه ما لقيت الشاب المناسب بيكون حقك الراع. ايه معلم؟ من ضروري الراعي يخلي الشاب يختاره هو مش الكنيسه تختاره. لان هلا صحيح الراعي بحب كل الاخوه بس ما بيقدر ينسجم مع كل الاخوه. الأم بتحب كل ولادها بس ما بتقدر تنسجم مع كل ولادها. تنسجم مع ولد أكثر من ولد. إيه مظبوط. تبكي. بقى الراعي هو بنقيه على ذوق. يوصل لمرحلة الراعي سخن، الراعي سافر، الراعي قصر بشيء ما قدر عمله. في شخص مدرب. إيه طبعا. بس ما قبلت فيه. ما قبلوا في الرعاب. بس انا لحد هلا مقتنع فيه. مين عم تقول؟ لا مقتنع بالفكره. مقتنع بالفكره. ما تحطي لنا روحنا احنا. بس ما تحطي ولا البابا بيشرب هلا. انا بالليل. ايه. انا انبسطت كثير بهالجلسه. وانا انبسطت فيه. بالنسبة لإلي بدي عيدها وهيك كثير انبسطت. ولك اهلا وسهلا فيك. اخ اسحية خبرنا شيء اختبار من عين دارة. نحن جيل جديد ما بنعرفهم. اختبار؟ يعني كانت الخدمة موضوعة على قلوبنا. ما نقدر كل احد الا ما ننزل لتحت. ما بقدر يشربوا ايش؟ غير بين ايام شتاء. ما بالليل ما بيشرب. وبرد ومسافات قليلة ننزل ونضحي. يعني التضحيات هيدي مش موجودة كانت عند حدا.
ننزل من البوسطة ونطلع من البوسطة وننطر لتنتهي البوسطة حتى الشوفير يمشي، وبعدين بتطلع من أي بوسطة حتى يوم الأحد نطلع ماشيين ندارج لفوق وقلبنا مثل العسل ومبسوطين ومكيفين. كانت خدمة حلوة. بس في شيء المؤمنين كانوا عشيلنا بعمره غير خيمة. ايوه هاي بوافقك فيها 100%. غير خيمة في ايمان كان في ايمان وجبابرة كانوا بالايمان. ما كنا مش ما كان فينا احساس، ما كنا نحس. كنا نجي نحن من راس بيروت على دار ومشي كمين ابننا بالعربية ونجي من جهة المسيط على سبق القيه ونجي نقطع. هاي وين ما بتصير اليوم؟ لا ما بتصير. شايف شو؟ خيمة الماضية غير خيمة اليوم. بعدين كان في احترام أكثر للاجتماع. صح. كان في احترام أكثر للراعي. صح. كان في سعة أكثر للراعي. هلا لا، هلا تغيرت الإيه. صح. هيدي اللي فرقت يعني. بس أنا من الأشخاص اللي بيعتقدوا بعد الرب بده يتراقب الهيبة. نعم. كان الفيلاني أيام فرح مظبوط وأيام غيرة مقدسة وأيام ممكن واحد يقعد بلا غدا بس يروح على الاجتماع. مظبوط ممكن يقعد بلا عشاء بس يروح على الاجتماع. هلأ أيام غيرة وحسد غيرة وحسد والمحبة ضعفت. شوف اليوم كان عنا أخوة، كان عنا أخ عبد المسيح ومرته وأخ بولس ومرته. نحن كتير هينة لك. أنا بحبك وأنا بحبك يا أستاذ نبيل، بس تفكر بهالكلمة لأي ترخيصة صاري. مش مثل قبل. قبل لما نقول لك أنا بحبك المعنى عم بعلن. صح. عم بعلن. هلأ لا أنا بحبك بدي صلي من أجلك. شوف الشخص بعد جمعة جمعتين بتلو عم تصلي لي بيقول لك نسيت. رجعت اقتنعت إلي لشخصيتي إنه إذا واحد بيحترم الثاني بحبه. صح. كان في تقدير. إيه. كان في تقدير. إذا واحد بحب الثاني بيحترم الثاني بحبه. لما بحترمك أنت بحسين حاسين بحبك. بس كلمة المحبة هلأ صارت رخيصة. أنا بحبك، أنا بدي صلي ما أشرك. صارت هون يعني. لا لا تغير كثير. مستوى المؤمنين تغير. إيه. مستوى المؤمنين. مستوى الإيمان. اجتماعات الصلاة. مستوى الإيمان نزل. مزبوط. اجتماعات الصلاة. يبقى صوت الإخوة بالكنيسة لبرا. بعدين اجتماع الشركة بالبيوت. تتذكر؟ يبقى نفس الشيء. الصلاة. عبد العيسى، عبد العيسى جدا ببيتنا. ببيتنا جدا. كان في اجتماع تعرف شعلان البيت شعلان قد ما كان في حماس وفي روحيات تجدد بهالجو والروح المقدس هون. كثير كانت في بركه، كان في بركه في محبه. انا بتذكر في بساطه الايمان. في بساطه الايمان مضبوط. ايه بتذكر شغلي كان بالكنيسه عنا البدارو كل سنة يعملوا ورق هايدي وهايدي وهايدي. يعطوك الورقة، يعطوني الورقة إذا منوافق على مبادئ الكنيسة. بتاريخ حياتي مش أخذ ورقة أنا. قالوا له أخ بولس تعرفني مثل ما أنا مضي مثل ما بدك. بقى هلا ما بعرف. هلا بدك ما بعرف. في شيء تغير. مثل ما عم بيقول الأسيس إنه المحبة فترت. إيه بس تغير. يعني النبي صموئيل كله عظمته وإجا حسب قلب الرب وإجا بشر ولاده طلعوا غشي عنه. أختنا الأخ خليل، أختنا الأخ خليل مرته الأخ متري. شو اسمها الأخلاق؟ شو اسمها؟
إيبا قلت له أصحي أنا ما بنساك، أنا تجددت عن يدك أنت، أنت كنت عم توعظ، أنا متوحد ملك من الدنيا كلها. قد ما انبسطت في تمر كان ستة يعني ستة بتكون حما حما اوف كلمة حما شو مع ان انا حما لثلاثة بدي جيبهم لستة وجدي يزوروكم انا عم بقول حما لثلاثة وولاد حما لثلاثة ثلاث نسوان اخوة اخوتي يعني وكنين ثلاثة شو بدك اكثر من هيك حلو يعني قديش مهمة انه بتحس انه كل هالتعب اللي حطيته كان في ثمر بنتيجة طبعا في بركة لو بدي يكون رئيس الجمهورية في اجتماع مش من عند الله نمشي على الاجتماع صحية انا بس اشتي اليك ندور هالمسجلة وبسمع صوتك مين قال له؟ بسمع صوتك بتعزى اخ ما بعرف انا زمان ما شفته وشفته مرة ناسي اسمه ما بعرف قديش بتنبسط لما تسمعك اخبار الرب اشتغل يا اخ صحيح العندارة الرب اشتغل ونشكر الرب بعده مستمر بالشغل لكن مثل ما عم نحكي النفسيات تغيرت شوي مش شوي كتير يعني هالبساطة الايمان مش بس بالعندارة بكل الكنائس هلا كتير كنائس قبل كلمه السيسي يقول يعني عندي دعوة تعرفوا لحنا صادير؟ ايه طبعا هو انتقل ما بعده لا شاب صغير بعده بالاردن بس لما تقرا كتابه وتشوف اول شيء كيف كان يسعى نحو الخدمة بساطته وبراءته بس بدوب قلبك هلا هو بجنوب؟ لا هو بالاردن هلا اه بس صار كبير هو يعني اكيد مش شاب مثل ابنا بس سبعينات ثمانينات يمكن هيك شيء بس بعد الرب بده يترقى بالهيكل بده يترقى لما امه لصموئيل كانت عم بتصلي قال لها عالي الكاهن قال لها قومي حشقة سكراني تتذكرها؟ اليوم كنت عم بقراها صموئيل الاول قالت له عبدك مسك امرأة بلعير قالت له ابدا انا مرة النفس شوف يعني تصبر عم بتصلي